اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين. بالنسبه لهذا الدرس المغلف اللي بغى الطريقه ديالو كيفاش كيتخدم، راه موجود الفيديو سابقا على الصفحه. كنخدمو بهذه الطريقه انايا، صراحه كيجي مزيون. كنخدمو لف الكمام، يعني حتى في الكمام تيجيني مزيون، وحتى هاد الملاقيه حتى هي كنت سبق لي وشاركت معكم الفيديو ديالها. انا كما قلت لكم الخدمه ديالي بقى ما مصلوحاش. هذا هو الشكل ديال الملاقيه كي كيجيني، انت حتى هي ما تيجيني فيها حتى شي ديفو، يعني كلهم تيجوني خدمه معوطه. تبعوا الفيديو وشوفوا الفيديوهات السابقين باش تشوفوا الطريقه ديال الخدمه. انا كنت سبق لي وحطيت معكم الفيديو من قبل كيفاش كنعملوا باش كنصيبوا هاد الملاقيه، يعني باش كنركبوا الجلابه باش ما كيجيناش فيها حتى شي عيب، لا جلابه ولا قفطان. شكرا على المشاهدة والمتابعة، ونتلقى إن شاء الله في درس جديد.